أيام معدودة تفصل الشقيقين عن اليوم الموعود. طيلة الأشهر الأربعة الماضية أجريا كل الفحوصات اللازمة من أجل أن يتبرع عماد بكليته لرجاء. قبل عامين وعمرها لا يتجاوز 24 عاما شخصت إصابة هذه الشابة بالفشل الكلوي الحاد، ومنذ ذلك الحين وهي تحيا على حصص التصفية. اكتشفت المرض ديالي من وراء الحمل في 6 شهور 15 يوم. جيت للمستشفى الولادة ابنو سينا، كان عندي 6 شهور و 15 يوم. دزت هذيك الساعة سيزاريان، كان طالع لي طونسيون. من مورا ما ولدت سيزاريان هذوك الوليدات توفوا لي تويميين. من بعد خرجت من لوبيتال وبقيت طونسيون طالع ليا. مشيت عند دكتور قلب الشرايين تما فين اكتشفت عندي فشل كلوي. درت تحاليل، درت راديوات، لقيت شعيرات صغار ديال الكلاوي تحرقوا ليا، الكلاوي مابقاوش يصفيو. إلى وضع حد لمعاناة ابنتهما سعى الأبوان، لولا أن اعتلال صحتهما الجسدية منعهما من التبرع. وبحماس كبير بادر عماد، بل واستمات في إقناع الجميع بقرار يحتسب فيه الأجر عند الله، ويأمل أن ينهي من خلاله حالة الحزن التي يعيشها كل أفراد أسرته بسبب مرض رجاء. فيت قرار راسي ما قنعت شي واحد، اقترحوا عليها قبل الطبيب ديالها قال لها لا خوك مازال صغير. من بعد صافي جات الفرصة، أنا جا الوقت اللي خصني نعطيها لك هو. مشيت عند الوالد، الوالد قلت له لقيتهم مرات ما باخيش على راسي، انا اللي بغيت جيت معاه بديت التحاليل ديالنا، خرجوا كل شيء مزيان الحمد لله، مطابقين، كل شيء دايز مزيان الحمد لله. نسبة نجاح عالية جدا يتوقعها الطاقم الطبي لهذه العملية بفضل تطابق فصيلة الدم وكل الأنسجة بين عماد ورجاء. وعن المخاوف المتداولة حول التداعيات الوخيمة لفعل التبرع على المتبرع حدثتنا طبيبة رجاء. اللي تيكون هاب الكلية المتبرع من بعد العملية ما تيحتاج الأدوية، ما تيحتاج احتياطات زايدة على اللزوم، فاحنا تنصحوا انه ما يزيدش في الوزن ديالو، يبقى دائما الوزن ديالو مقد. كنصحوا انه يكون رياضي، تنصحوا ان ما خصوش يكون كيدخن، وانه ما يبالغش في الاكل ديال السكريات باش ما يتقاش بالسكر، باش ما يتقاش بالتنسيون، وباش ما يتقاش بالسمنه. وهذه نصائح تنعطيوها للناس، لكافه الناس، لان فيها مزايا صحيه لكافه الناس، وكنأكدوا عليها عند المتبرع. أقل من نصف متبرع ميت لكل مليون مواطن مغربي، في مقابل 5 متبرعين لكل مليون مواطن تونسي، ومائة وخمسة وعشرون عملية لزرع الكلي، وخمسة عمليات لزرع الكبد فقط أنجزت ما بين العامين 2012 و2014. أرقام متواضعة لا تحكمها فقط محدودية الإقبال على فعل التبرع، بل تفسرها عوامل أخرى.